بعض المأكولات ممنوع ان الطفل ياكلها في الوقت ده. يعني مثلا في ام كانت بتسالني بتقول لي ابني عنده فيروس مخلوي، هل ينفع اكله بيض ولا لا؟ تمام. المعلومه اللي دايما بيض وسمك وما اعرفش ايه والحاجات دي بلاش. هل في اغذيه ممنوعه؟ كل ده غلط، كل ده غلط. ياكل اي حاجه، ما مش عارف البيض يفتش والسمك يفتش، كل ده كلام غلط. واللبن ما اعرفش ايه ويزود الكحه اكتر، والليمون بيزود الكحه اكتر. الا لو هو عنده حساسيه البان، طبعا، وعنده حساسيه البان في الكحه. يعني ايه؟ ما ممكن عندي حساسيه في جلدي، لكن ما بشرب لبن ما بكحش. بشرب لبن، لا لو هو طبيعي باكل بيض بكح، في الحاله دي يمنع البيض. لكن طالما عيل اكل بيض ياكل عايز كل اللي هو عاوزه، بس اركز على السوائل الدافئه. اركز على السوائل الدافئه. يعني دي هو تملي مريض المخلاوي بيعاني من الام في الحلق، ففي نسبه 9% عندهم الام في الحلق. فالسوائل السخنه هتهدي الحلق، انها بتوسع الشرايين وبترطب الحلق. تمام.